وصلت. ايه سمر حضرتك. ايه ايه؟ اهدي طيب اهدي شويه بس. مالك؟ مين؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ايه يا حاج، في حد حصل له حاجه ولا ايه؟ خير يا حاج، طمني. ايه يا حاج سيد، ايه اللي حصل بالظبط؟ ابني الكلاب قتلوه. ايه؟ شهاب مات؟ شهاب اللي اتقتل كمان. كمان؟ مين اللي عمل فيه العم السود ده؟ سمر قالت لي كمان اللي ورايا على البيت قتلوه. لا اله الا الله. الدكتور بيقول الحالة صعبة. استرها يا رب، استرها يا رب. ادعي له يا ابني، يمكن ربنا يقبل منك. المهم يعرف قد ايه دكتور شاطر يعرف ينقذها. كمان ما يستاهلش كده. ما يستاهلش كده ابدا. ادي يا وحيد، في ايه؟ واحنا نهديك ولا نهدي مامته ولا ايه بالظبط؟ كمان لا. لو جرى لهم اي حاجة هقتلهم، هقتل سيد وابنه. كمال يستاهل يتقتل، يستاهل يتقتل يا فردوس. حد يرد عليا. اهدى يا وحيد، ارجوك اهدى بقى، ما تعملش في نفسك كده. اهدى، هو الوحيد اللي انت اخويا. طبطب عليا، خدني في حبه. خدي حبيبتي كملي العصير بتاعي، خدي اعصابك. بس صعب قوي انك تسمع خبر ان حد اتقتل. ايوه عارف يا فاطمه، خصوصا انك اعصابك تعبانه قوي من دول. ايه يا حبيبي؟ ايه قال لك ايه؟ ما هي السكه اتقطعت، الشبكه منيله خالص. منين وجات له تاني؟ ربنا يستر. هاي هاي، ايوه ايوه، بتقول ايه؟ متاكد ما ماتش؟ ما ماتش الحمد لله، ما ماتش، ما ماتش كمان، ما ماتش. انا عارفه ان سيد وابنه هما اللي قتلوا ابني. يا ابني معقول كده للمباحث؟ لا ما تقوليش كده، استغفري ربك. طب ده الحاج سيد مصالحه قبل ما يسافر، ويوسف كمان بايس راسي. حلو، ملعوبة يا حاج انت ويوسف. تسافروا العين السخنة وتقتلوا جوه الفيلا. ما هو مش معقول الحاج ويوسف بالسذاجة دي. لو عايزين يقتلوه هيقتلوه بعيد عن الفيلا. حلوة، ملعوبة. نجيه يا رب، نجيه عشان خاطر امه وعشان خاطري. عايزين يموتوني وبعدها يموتوني. سيد ويوسف بيخططوا لكده، هما بس مستنيين ياخدوا الورقه بتاعت امي ويخلصوا مني وكمال قبلي، ويمكن الحاجه فردوس بعدي. ماشي يا سيد، ماشي. يا سعادة الباشا، حد يعقلها دي؟ معقول أنا هقتل ابني؟ ما أنت حاولت تقتله قبل كده يا حاج. يا باشا عموما ما هو كان قصادي، أنا لو عايز أنشه ما كنت نشيته. ده البت بنتي بعيدة عنك يعني، غصب عنها والله، عايزة تاخد البندقية من إيدي قامت داست على الزناد، إنما هي ما قصدتش ولا حاجة. وبعدين يا باشا أنا راجل كبارة وعاقل، يعني أنا لو طلع في دماغي واتجننت وقلت أموت ابني، معقول هموته جوه الفيلا؟ ما موته في أي حتة بعيد، على الأقل مفيش شبهة تلطني ولا حاجة، ولا إيه يا سعادة الباشا؟ بس أنت فعلا رفعت عليه السكينة قبل كده وحاولت تقتله؟ لا لا يا باشا لا، دي كانت لحظة شر كده
وعدت يعني عادي بتحصل بين الاخوات. ده انا بعد كده حتى بوظت راسه وجبرت بخاطره واسال اي حضرتك اي حد اي حد سال الحاجه فردوس تشهد اسالها حتى سعادتك يعني. ما احنا ما بنشبط في بعض الله يعني. اشمعنى يعني المره ده افكر اقتله يا باشا؟ بعدين ده اخويا يا باشا. وانت متاكده منين ان الحاج سيد مش هو اللي عملها يا باشا؟ الحاج طيب قوي، يطلع وينزل على فشوش. وبعدين هو لما بيحب يعمل حاجه بيعملها قدام كل الناس، ما بيعرفش يعمل حاجه في الديره ابدا. وبعدين يا باشا هو مسك البندقيه ورفعها على كمال، كان بيهوش بس، حد كان حاشه يعني ان هو يقتله؟ خايفه يا حاج يقولوا ان وشي وحش والبيت اتقلب نكد بسببي. حد يقدر يقول بم عليكي؟ وبعدين وشك وحش ده ايه؟ امال مين اللي هيبقى وشه حلو؟ يخليك ليا دايما كده جابر بخاطري ومهنيني. انتي لوزتي المقشره المحمره المكسره. بس انت يا حاج مزاجك وحش قوي بسبب اللي حصل. اكيد مش ابني. عموما بيقولوا ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. ايه التانيه اللي هي ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه؟ تفتكر بقى يا حاج مين اللي عمل العمله السودة دي؟ والله يا بنتي علمي علمك، انما انت ايه اللي عملها تحطيه في الميه وفي رجليا ده؟ شامبو. شامبو؟ لا اله الا الله، ده امي كانت بتستخدم الشامبو ده عشان تحمر اللي هي لابويا في الخروف. عسل يا حاج والله شربان. بقول لك ايه يا سيسو؟ نعم يا دولي. ما تقوم تخرج شويه. هنخرج نروح فين دلوقتي؟ تخرج يا حاج مش نخرج، ما انا عليا الاستحمال في الظروف اللي زي دي. انت كده تروح تقعد مع اصحابك تضرب لك نفسين تظبط دماغك وترجع كده، انا مش مستغنيه عنك. وبعدين بقول لك ايه، اللي يحصل يحصل، محدش بايده حاجه. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله، انا بموت في امك. انا بموت في ابوك. عديت عليه في المستشفى لقيته في الانعاش، بيقولوا لسه مرحله الخطر لسه بدري عليها عشان تعدي. طب كويس، يعني لسه في امل. امل في ايه؟ امل ان ربنا ياخد بيده. يعني ياخد بيده ازاي؟ يعني يبقى بخير. ايه يبقى بخير؟ خير ازاي ده؟ يعني يقوم بالسلامه يا جاد، في ايه؟ الله جرى يا رجاله، ما تغيروا الموضوع. انتوا جايين هنا عشان تنسوا وتنبسطوا ولا عشان خاطر تفتكروا وتعكننوا على نفسكم وعلينا احنا الاخرين؟ كده الحجرين هيطيروا يا اخوان. كده الحجرين هيطيروا، عقبال التالت ان شاء الله. اخبارك يا ريم؟ تمام الحمد لله. علاء ما تنزل سكرتير التحرير تشوف الصفحه خلصت ولا لا.